رح نحكي نقرا المنشط والكفايه والكواليس. هوكشتاين يسقط نبأة ميقاتي التفاوضيه، هاي اللي انا مستعجلت، ويعود من تل ابيب الى واشنطن بدل بيروت، كان المفروض جاي على بيروت، راح دغري على امريكا. المقاومه 995 قتيلا وجريحا في شهر العمليه البريه، والخيام تستعيد امجاد 2006. عفيف المعركه على الراي العام، يملكون مناورات التفاوض ونملك وقائع الميدان. وقائع الميدان، عاد المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين يرافقه بيرت ماكجورد مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى واشنطن، بدلا من التوجه إلى بيروت كما كان مفترضا من زيارته إلى تل أبيب ولقاءاته مع قادة كيان الاحتلال، حيث نقلت وكالة إكسيوس تقريرا يؤكد فشل المهمة التفاوضية للوفد الأمريكي. وقالت مصادر متابعة إن هذا الفشل يقول إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال عند سقف طلبات لا تنسجم مع الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به لبنان المتمسك بالقرار 1701 دون زيادة ونقصان، كما يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري. بينما أصيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بخيبة أمل بعدما بنى على حديثه مع هوكشتاين قبل سفر الأخير إلى تل أبيب آمالا ونبوءات بقرب إعلان وقف إطلاق النار. مصادر متابعة للمسار التفاوضي قالت إن الذي جعل نتنياهو يطلب زيارة الوفد الأمريكي ويعتقد أنه يقدم تعديلا جوهريا في سقفه السياسي للحرب هو التراجعات التي فرضتها عليه المقاومة بفعل ما أظهره الميدان من وقائع حول الفشل العسكري في الحملة البرية ونجاح المقاومة بإقامة توازن ناري لا يزال نوعيا لكنه يتطور تدريجيا على الصعيد الكمي، ولا تزال هناك حاجة ليقول الميدان المزيد حتى ينضج الكيان للعودة إلى المربع الأصلي الذي يمثله القرار 1701 كأساس لتنظيم الوضع عبر الحدود. الميدان كما قدمته غرفة العمليات المركزية للمقاومة في إجمالي لنتائج مواجهات شهر من العملية البرية يقول إن الاحتلال تكبد 900 جريح و95 قتيل وخسر 42 دبابة وخمس طائرات مسيرة وأربع جرافات وناقلة جند مدرعة. وأضاف تقرير غرفة العمليات أن قوات العدو تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مجاهدي المقاومة خشية استهدافها، وهي تستحدث معابر ومسارات غير مرئية وتعتمد التسلل ليلا داخل القرى الحدودية والانسحاب منها بعد تدمير منازل المدنيين وتخريب البنى التحتية، وأن خطوط الإمداد نحو الجبهة بالنسبة للمقاومة ونحو محاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، وما زالت الجبهات ترفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المعدة مسبقا. وقال التقرير إنه بالرغم من الإطباق الاستعلامي الذي يمارسه العدو في سماء الجنوب لا يزال المقاومون يتمكنون من تربيض وتبخير وإطلاق المئات من الرشقات الصاروخية اتجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان بشكل يومي ومتواصل على مدار الساعة، وهذا ما تؤكده المشاهد التي ينشرها الإعلام الحربي، ولم يتمكن العدو من إحباط أي عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية. شيء مشرف بيرفع الرأس انه مئات الطائرات بالاجواء عم بيعطينا والمقاومه صادقه 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 انه لم يتمكن من احباط اي عمليه اطلاق من الاراضي اللبنانيه، لان انا شخصيا كان عندي قلق انه يكون ايه انه من اليوم عم يتوفق له باربع خمس منصات من اصل هال 40 50 منصه اللي عم تطلب. انا بس قريت البيان يعني حسيت بشيء غير عادي. شو يعني انه كل طيرانه بالجو ما قدر يحبط عملية اطلاق واحدة؟ اي عملية اطلاق؟ الله اكبر. هذه الصورة التي عبر عنها تقرير غرفة العمليات كانت محور المداخلة التي قدمها مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف امام اللقاء الاعلامي الوطني، معتبرا ان جوهر المعركة يدور على الرأي العام عندنا وفي الكيان. وبما أن المقاومة تدير حربها لتغيير اتجاه الرأي العام في الكيان وزرع اليأس عنده من جدوى رهاناته على الحرب، لأنه هاي معنى الصواريخ اللي بتنزل عليه لتقول له أنه أنت عشوم متأمل، مهجرين عم بيزيدوا وصواريخ عم بتزيد
وحكومتك فاشله ما عم فيها تتقدم في العمليه البريه، فتزرع الشكوك بما تفعله قياده كيان، ويتسبب بتعريض مستوطنيه واسرى للمزيد من المخاطر. بينما في المعركه على الراي العام عندنا، فان جوهر الصراع يدور حول تعزيز الثقه بالمقاومه وقدرتها على تحقيق النصر، مقابل التشكيك بمصداقيتها ومقدراتها. وفيما نملك نحن أهل المقاومة وقائع الميدان التي تقدم كل يوم تأكيدا جديدا على قوة المقاومة وعلى قدراتها وعلى إنجازاتها وعلى قدرتها في صناعة النصر، لا يمتلك الاحتلال ولا من يروجون له إلا المناورات التفاوضية الفارغة لتثبيط العزائم وإحباط الهمم والإيحاء بأن الحرب تقترب من نهايتها لإرباك المشاعر. وهنا تأتي مهمة الإعلام المقاوم الذي يستطيع أن يتفوق بالاستناد إلى صدقه وتمسكه بالتعبير عن حقائق ثابتة رغم ضعف إمكاناته، مقابل إعلام مدجج بالإمكانات لكنه يروج للأكاذيب التي لا تكاد تنكشف بعد إطلاقها، تكاد تنكشف بعد إطلاقها، ويبني خطابه على الأوهام. بنروح على الفقرة الأخيرة، الخفايا والكواليس، لأن احنا المساء رح نقرأ النقاط، والنقاط مهمة اليوم حول الفك والربط بين جبهة غزة والجنوب والمقاومة. خفايا وكواليس. خفايا: قال مصدر سياسي لبناني إن شخصية لبنانية بارزة تلقت اتصالا من السفيرة الأمريكية في بيروت، نقلت خلاله للاتصال رسالة من المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، يقول فيها إن ما بين يديه من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بعيد جدا عن ما اتفق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس للتوصل إلى اتفاق، ولذلك فهو لن يأتي إلى بيروت. وبعد ساعة تلقت السفيرة اتصالا من الشخصية اللبنانية نفسها تقول إن الخير فيما فعل، دون أن يوضح، يعني هذه الشخصية دون أن توضح إذا كان الجواب من عنده أم من عند الرئيس نبيه بري. الأرجح هذا الخير فيما فعل، هذه للرئيس بري. كواليس: يقول خبير عسكري إن الاستهدافات المتكررة على منطقة صور والتي امتدت إلى مخيم الرشيدية ومنطقة الحوش بصورة مكثفة أصبحت عملا عسكريا لا مجرد صندوق بريد سياسي للتأثير على المفاوضات، خصوصا لانه عم ينقال انه صور لانه محسوبه على الرئيس بري، صحيح، لكن توسعت الدائره، خصوصا ان ما يجري في كل منطقه الناقوره والظهيره وشمع المطله على سهل صور، وما يجري في بلدات الشعيتيه وزبطين وقانا في منتصف سهل صور، كلها اشارات لاحتمال ان تكون الجبهه التي تلي جبهه الخيام هي الدفاعه كبيره باتجاه الساحل، خصوصا مع معلومات عن التبديل بين الفرقة 146 والفرقة 36 بتبادل المواقع، تصير الفرقة 46 بالنص والفرقة الفرقة 146 بالنص والفرقة 36 غربا مشرفة على الممر الساحلي.